بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حياتنا بمجموعه من الاخبار، والنهارده الحقيقه عندنا اخبار متنوعه كثيره جدا وهنعلق عليها وهنحط حضراتكم في الصوره، يعني في الاحداث اللي حصلت خلال يومين ثلاثه او اللي هتيجي خلال يومين ثلاثه. حلقتنا القادمه باذن الله اللي هتبقى يوم الاحد. ده النص الاول. النص الثاني بيبقى فقره حواريه. النهارده ان شاء الله عندنا فقرتنا مع الكاراتيه، وتستمر طبعا نتائجنا الجيده من ابناء النادي الاهلي في الكاراتيه، وخساره كبيره ان الكاراتيه يخرج بره الالعاب الاولمبيه القادمه في باريس، ولكن ان شاء الله هو مستمر في تحقيق انجازاته باذن الله في المستوى العالمي. فقرتنا الثانيه هتكون مع الكاراتيه، واكيد هنقول لحضراتكم ضيفنا قبل الفقره ان شاء الله، بحيث ان الساده المشاهدين يبقوا متابعين الفقره لكل واحد مهتم عن الكاراتيه. طيب خلينا نروح لاخبارنا. هنبتدي بكره اليد. زي ما حضراتكم عارفين انه لاعبه المنتخب كره اليد كانوا بيلعبوا في المانيا مع منتخب مصر، وبعد كده سافروا على الدمام، لعبنا مباريتين مع المانيا، وبعد كده طلع يعني سباعي المنتخب على الدمام لحق بالفريق. الفريق استعد لبطوله العالم لكره اليد اللي في الدمام. لعبنا اول مباراه كانت مع النصر السعودي، واستطاع النادي الاهلي انه يفوز بفارق كبير 38-20 في مباراه. الحقيقه مستر ديفيد ديفيز المدير الفني وزع حمل المباراه على الجميع. طبعا انت عندك 7 لاعبين جايين من المنتخب، اكيد محملين لاعبين مباراتين كبار مع المانيا، ورجعت او رحت على اكيد بطوله العالم، فلازم محتاج تريح، سفر وتمارين واستعداد، فاكيد محتاج تريح. فمستر ديفيد ريح طبعا مجموعه من اللاعبين، واستطاع انه يفوز بالرغم من راحه مدي طبعا، يعني صور من المباراه. والمباراه كانت اتلعبت على صاله وزاره الرياضه بمدينه الدمام السعوديه، ودي صوره طبعا لحضور كابتن محمود الخطيب المباراه. طبعا كابتن محمود الخطيب قامه كبيره وتلقى دعوه من الدكتور حسن مصطفى او من الاتحاد الدولي لكره اليد لحضور البطوله، وده تقليد دائما بيحصل وجود كابتن محمود الخطيب مساندا لفريق كره اليد. ده مش غريب طبعا، دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وصاحب نهضه كره اليد الحديثه في مصر. طبعا الماتش كان زي ما قلت لحضراتكم، طبعا كابتن غزاوي كمان عضو مجلس اداره الاتحاد، رئيس بعثة النادي الأهلي، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كان بياخد طبعا جائزة من مباراة قوية جدا، واستطاع انه يفوز كمان على النصر بفارق كبير. فانت بكره هتلاعب برشلونه، انت ما عندكش اي احتمالات غير الفوز. طبعا المباراه صعبه مع نادي برشلونه. لعبنا مع برشلونه من حوالي شهر ونص تقريبا او شهر في بطوله البوسنه والهرسك اللي كانت خارج او قبل بدايه البطوله او قبل بدايه البطولات عامه او الموسم، والنادي الاهلي عمل ماتش كويس جدا فيها. ولكن طبعا نادي برشلونه فريق قوي ومتكامل واقوى فريق في اوروبا، فاكيد المباراه بكره مش هتكون سهله. انت لازم تكسب عشان تروح للمباراه النهائيه، لان الاول فقط هو اللي بيتاهل للمباراه النهائيه. يعني مباراه صعبه، صعبه، ولكن النادي الاهلي ما بيعرفش المستحيل، هنلعب ونادي اللي علينا، وعلى الله طبعا التسهيل. وده بيبقى يعني اي شعور اي لاعب هو عايز يعمل مباراه كويسه. يمكن مباراتنا مع برشلونه الاولانيه اكيد ان شاء الله، وانا بتوقع مباراتنا الثانيه هتكون بشكل جيد. كان هداف بطوله ماتشنا اللي فات مع نادي النصر السعودي كان عمر خالد كاستيلو، واللي حط نجح في تحقيق 6 اهداف او تسجيل 6 اهداف، اغلبهم طبعا من هجمات المرتده. ماتش برشلونه بكره هيكون الساعه 6 بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. زي ما حضراتكم كمان تابعته في كل مكان، النادي الاهلي جماهيره بتؤازره بشده، وان شاء الله ننتظر بكره امتلاء الصاله بجماهير النادي الاهلي اللي بتيجي من كل حته. بالمناسبه الدمام يعني موقعها قريب جدا من البحرين، يعني كوبري بيربط البحرين بالدمام، فطبعا كل المصريين المقيمين في البحرين المقيمين في المنطقه الشرقيه كلها في المملكه العربيه السعوديه بيتوجهوا لتشجيع الفريق، فبتلاقي عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، وده طبيعي. وشفنا حضراتكم الاعلام اكيد السعودي وهو بيتكلم عن جماهير النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي يمتلك يعني
التراس او زي ما بيقولوا يعني مجموعات من جماهير النادي الاهلي في كل مكان بكثافه واعداد كبيره في كل مكان، في اوروبا تلاقي، هتلاقي في الدول العربيه، افريقيا كمان. فالنادي الاهلي النهارده بنتكلم عن تواجد جماهيري في كل مكان. خليني اقول لحضراتكم بعثتنا ولاعيبتنا اللي بتمثلنا في بطوله العالم: ابراهيم المصري، راضي محمد، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد ابراهيم، عبد الرحمن فيصل، محمد مجدي، نبيل شريف، احمد خيري، سيف هاني فوكس، بنقول الحمد لله على السلامه طبعا بعد عودته من رباط الصليبي، احمد راضي، وياسر سيف، ومحسن رمضان، وعبد العزيز ايهاب زيزو، ومحمد لاشين، واحمد عادل، وعمر خالد كاستيلو، وعمر سامي، واحمد هشام سيسا، ومحمود عبد العزيز جده. ده تشكيلنا الحقيقه اللي كان او اللي بيمثلنا في بطوله العالم لكره اليد. بالمناسبه يعني بطوله مهمه وفي بداية الموسم بعد بطولة أفريقيا، دي تاني بطولة أو نهائي أو يعني تعتبر بطولة ليك شاركت فيها أو نهائيات تشارك فيها. شاركت في بطولة البوسنة وبعد كده بطولة أفريقية، والنهاردة ورجعت شاركت في بطولة الدوري، والنهاردة بتشارك في بطولة العالم. لسه عندك السوبر الأفريقي والسوبر المحلي، عندك 7 بطولات النهاردة حدث ولا حرج مع كرة اليد. فأنت عايز سكواد محترم وربنا يحمي لاعبتنا من الإصابة. و خبر برضو ليه علاقة بمباراة الأهلي والنور السعودي: محمد إبراهيم يحصد جائزة أفضل لاعب بالمباراة في مونديال الأندية لكرة اليد. طبعا بتبقى حاجة جيدة أكيد لما أنت تكسب أو تحط 38 هدف وتأدي الأداء ده وتفوز بفرق 18 هدف، أكيد أحسن لاعب في المباراة هيكون من عندك. نادرا لما بيكون فريق خسران بالفرق ده بيكون اللاعب من عنده أحسن لاعب. فمحمد إبراهيم فاز بلقب أفضل لاعب. محمد ابراهيم حارس مرمى الفريق الاول لرجال الكره النادي بالنادي الاهلي، فاز بجائزه افضل لاعب في ماتش الاهلي والنور السعودي واللي خلص لصالح فرقتنا بنتيجه 38-20 زي ما قلت لحضراتكم في اول ماتش بين الفريقين في بطوله العالم للانديه سوبر جلوبال، واللي بتتلعب في السعوديه في الفتره من 7 ل 12 نوفمبر اللي احنا فيه. محمد قدم شوط تاني ممتاز وقدر يتصدى ل9 كرات من اصل 17 كره تصدد عليه بنسبه 53%، وهي نسبه عاليه جدا جدا. محمد اتصدى لضربه جزاء وكمان كرتين من الاجنحه وثلاث تسديدات على الدايره وزيهم من على منطقة التسعة متر، وكمان قدر انه يسجل هدف في مرماه، من مرماه. وده كان وقت خروج حارس النور السعودي نتيجة طرد لاعب منهم، لان بيلعبوا بيخرجوا حارس المرمى وبينزلوا لاعب عشان يكتملوا مركز حراسة المرمى في فريق كرة اليد. بصراحة بيقدم مستوى مميز سواء من العائد من اصابة عبد الرحمن حميد اللي اكيد بنقول الحمد لله على السلامة بعد العودة من رباط صليبي، او عبد الرحمن طه الهادي، ولكن طبعا كل ده بيضيف إضافة للفريق. واكيد اقول لكم ان محمد ابراهيم ده انضم للسنه اللي فاتت للنادي الاهلي في صفقه انتقل فيها. محمد ابراهيم كان بيخش رويدا رويدا جوه الفريق، فالنهارده لما يوصل ياخد افضل لاعب في المباراه معنى كده خلاص انه تاقلم مع دفاعات النادي الاهلي، لان الحقيقه حارس المرمى هو اللي بيتاقلم وهو اللي بيبقى يعني اخر يعني نقطه من نقاط الدفاع، فبيكون في هارموني كبير بينه وبين الدفاعات. واضح انه خلاص دخل في التيم مستر ديفيد ديفيس، بدا يديله وقت اهو. فالنهارده انت عندك 3 حراس مرمى يعني اكيد على مستوى عالي، يمكن بعد سفر الطيار ووجود حميد وطه الاثنين في حماس المرمى، النهارده محمد ابراهيم لما اتنقل للنادي الاهلي بقى عندك حراسه مرمى قويه، عندك 3 لاعبين او 3 حراس مرمى اي واحد منهم يقدر يشيل بطوله كامله. يتبقى بس ان الروح تبقى يعني موجوده ما بينهم، اللي يلعب زي اللي ما يلعبش، يتبقى الاداء، يتبقى ان اي حد ينزل ان شاء الله دقيقه يقدر. محمد ابراهيم عنده يعني امكانيات عاليه في التصدي لضربات الجزاء، فالنهارده ان شاء الله يكونوا مجموعه متكامله اكيد في الاخر هتصب لمصلحه الفريق واكيد هتصب في مصلحه في الاخر منتخب مصر. هنروح لفريق السيدات. فريق السيدات ماشي بخطى ثابته في الدوري، بيفوز في كل مبارياته، وعنده مباراه قادمه مع نادي 6 اكتوبر في عمومي سيدات كره اليد. المباراه هتكون يوم الجمعه اللي جايه باذن الله على صاله 6 اكتوبر. فرقتنا جاهزه بكل عناصرها تمام، ما عندناش اصابات بشكل كبير. تحقق الفوز ان شاء الله السادس لو فزت في المباراه دي، 5 فوز من 5، وده السادس ان شاء الله يكون السادس. احنا كنا بدأنا الدور التمهيد اللي احنا فيه بالفوز على نادي البنك الاهلي 48-13، وبعدين كسبنا سموحه 23-18، وبعدين كسبنا سبورتنج في مباراه قويه وكانت اقوى مباراتنا في الجوله الثالثه 20-19، بعد كده فزنا على الطيران 34-19، واخيرا فزنا على الشمس 27-25 في مباراه ايضا قويه، ولكن مباراه سبورتنج كانت قويه جدا جدا جدا. وفرقتنا طبعا يعني بفكر حضراتكم واكيد حضراتكم فاكرين معايا انه هذا الفريق هو حامل لقب الدوري والكاس العام الماضي، وكان السنه اللي فاتت دي كانت عوده للبطولات بعد ما غابت عنه البطولات السنه اللي قبل اللي فاتت نتيجه تغيير جيل وكمان اصابات كبيره. كره اليد السيدات في مصر بتشهد طفره، بدا يتعمل عقود احتراف زي الرجال،
والنادي الاهلي كان اول نادي يعمل عقود الاحتراف من قبل ما يقرها الاتحاد المصري لكره اليد. شفنا منتخب مصر لكره اليد سيدات النهارده بيتشكل وفي اصرار كبير في المشاركه ليهم بالمشاركه بيهم بهذا الفريق. منتخب مصر السيدات في البطولات الافريقيه لعبوا بطوله افريقيا اللي فاتت، يعني دايما بتبقى الاهتمام بينبع من النادي الاهلي. لما النادي الاهلي بيهتم بفريقه بالشكل الكبير ده اكيد منتخب مصر في الاخر بيكون هو المستفاد. يعني فريقنا شارك في بطوله افريقيا، خد الرابع، شارك في بطوله افريقيا اللي فاتت ابطال الكؤوس اللي كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره وفاز بالمركز الثالث. يعني الحمد لله برضو استدامه الاشتراك في النادي الاهلي اكيد بتدعم كذلك موقف منتخب مصر. الاحتكاك الافريقي اكيد في الاخر بيصب في مصلحه منتخبنا ومهارات لاعبتنا وخبرات لاعبتنا عشان يدوها او يقدموها او تكون تحت امر منتخب مصر في حاله استدعاء. هنروح لكره السله رجال. طبعا لعبنا دور ال 16 اول مباراه مع نادي القناه، فزنا كبار وصغيرين مرتبط ورجال، وده كان اول يعني خطوه او قدما في دور الثمانيه ان شاء الله لفريق رجال كره السله. طبعا بيقود الفريق مستر اجوستي بوش. فزنا على القناه نتيجه 61-43. يعني الماتش كان اتلعب على صاله المقاولين من شويه، مقاولين العرب من شويه، دي طبعا لقطات من المباراه. دي صاله المقاولين العرب في طبعا في مدينه في محافظه القاهره، وسيطر فريقنا على كل فترات الماتش وجت النتائج كالآلي: 12-8، 36-16، 48-34، 61-43. امبارح كان فريق المرتبط بيلعب 18 سنه وقدروا يكسب بفارق كبير 135. يعني طبعا اكيد نادي القناه نادي كبير ومحترم، ولكن طبعا انتوا عارفين يعني اكيد في فرق في المستويات. وبكده فرقتنا عايزه مباراه واحده من اثنين اللي هنلعبهم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه عشان يؤكد صعودنا لدور الثمانيه. طيب بالمناسبه هنلاعب مين في دور الثمانيه؟ غالبا هنلاعب، مش غالبا، بنسبه كبيره جدا 90% او 99% هنلاعب نادي الزمالك في دور الثمانيه. طب تقول لي يا كابتن ليه اصطدمنا بنادي الزمالك بدري؟ اصطدمنا بنادي الزمالك بدري عشان احنا يعني خسرنا من سبورتنج مبارتين في التمهيدي، ولكن زي ما قلت لحضراتكم شرحت وعايز اشرح تاني فريق السله ماشي ازاي. انت النهارده عندك لاعيبه منتخب مصر او سبع لاعبين او اكتر، لا تسع لاعبين من منتخب مصر بيجوا من النادي الاهلي. التسع لاعبين دول شاركوا على فترات، في ستة او سبعة منهم ثابتين بشكل دايم زي ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، عمرو زهران، في عندك كمان كريم حاتم اللاعب الناشئ، عندك مجموعه كبيره، عندك عبد الله ناصر قبل ما يسافر للجي ليج، عندك مجموعه كبيره من اللاعبين، سيف سمير، لعيبه بتشارك مع المنتخب بشكل دائم وبشكل يعني متقطع. فالنهارده لعيبتك دي شاركت معاك موسم طويل، الموسم اللي قبل اللي فات، وبعد كده الموسم اللي في الصيف شاركوا في تصفيات الويندوز بتاعت منتخب مصر، كان في مدرب كندي موجود روي رانا، يعني ضغط المنتخب بشكل كبير. فلعبتك قعدت سنتين الموسم اللي فات واللي قبله بالراحات في الصيف، ما فيش راحه. هناخد اخر لقطه، اخر لقطه كانت كاس العالم لمنتخب مصر لكره السله رجال واللي لعبوه في الصيف الماضي في شهر 8، وبعديه لعبت بطوله العالم في كانت في سنغافوره، ولعبنا بعد كده بطوله العالم بطوله العالم للانديه زي اللي بتتلعب دلوقتي لكره اليد، وبعد كده طلعنا على البطوله العربيه في قطر، وبعد كده النهارده رحنا السوبر المصري في البحرين ورجعنا على الدوري. يعني معلش يعني اديني عقلك، مين لعيب يقدر يتحمل الحمل ده؟ على فكره اللعيب لما بيكون مجهد ما بيقولش يا جماعه انا مجهد خالص، بالعكس اللعيب بيبقى عايز يلعب. اي لعيب بيلعب للرياضه بيحب لعبته وعايز دايما يبقى كويس، فبتلاقيه بيلعب بس ما تلاقوش في مستواه. فمين اللي بيحس بجهد اللاعب اللي حواليه؟ بيقولوا له لا انت مجهد. مجهد ايه؟ الاجهاد ليه اشكال عديده، ممكن يبقى اجهاد بدني وده اسهل اجهاد على فكره. هتقول لي يا كابتن لا بالعكس، الاجهاد البدني اسهل اجهاد، راحته علاجه راحه، تريح يومين ثلاثة أربعة، ساونا، جاكوزي، تدليك، يعني ريكفر بالثلج، الحاجات دي كلها، ده الاجهاد البدني ده اسهل حاجه. ولكن الاجهاد اللي هقوله لكم ده هو اصعب اجهاد، الاجهاد العصبي. الاجهاد العصبي اللي انت دايما مضغوط عايز تعمل نتيجه، مضغوط مضغوط مضغوط، انت مش شايفه ومش قادر تحسه وما بتقدرش تقول انا عندي اجهاد عصبي. طب بيبان ازاي؟ بيبان في تذبذب المستوى. النهارده في لعيبه عندنا كان مستواها ثابت بشكل مستمر، تقدر تحط زي ما تكون في جيبك كده عمله معدنيه، انت في جيبك عمله معدنيه من اللاعب ده، نازل حاطط لك 15 بونت مينيمم، عامل لك 10 ريباوند على الاقل، عامل لك 3 4 ستيل. انما لما تلاقي اللعيب ده هو عمال مستواه فوق ونازل تحت فوق تحت فوق وتقول له انت كويس، يقول لك انا كويس. طب هو مش كويس لان هو مضغوط عصبيا. اي ماشين محتاجه تريح. طيب ايه تاني من نوع من انواع الاجهاد؟ مش العصبي بس، مجهد نفسيا. يعني انا راجل زهقت من انت لو كل يوم بتعمل نفس الحاجه فبتزهق، وضع طبيعي جدا. فالنهارده عندك الاجهاد العصبي، الاجهاد النفسي، الاجهاد البدني. البدني ده اسهلهم
واوضحهم. واحد جاله شد في العضله، واضح عنده شد، بيجري شويه بتوجعه، لا ريح ده شد. انما الاجهادات التانية النفسيه والعصبيه الحقيقه مش بتقدر تكتشفها بسهوله. حصل تذبذب في مستوى الفريق؟ اه. طب التذبذب ده بيحصل اثناء المباراه الواحده، يعني انت ممكن تبتدي المباراه عالي جدا وتلاقي مع الوقت الشوط التالت والرابع انت وحش، او العكس انت الشوط التالت الاول والتاني وحش الشوط الرابع كويس. تذبذب المستوى ده نتيجه الاجهادات العاليه على لاعبين. مستر اجوست بوش رجع، طبعا هو مش صغير فاهم الكلام ده، فريح اللعيبه الكبار وريح اللعيبه النجوم اللي متحمله جامد. خسر مباراتين من سبورتنج نتيجه اراحه لعيبه نجوم ومكانات تهديفيه، يعني اقول لكم بس مؤشر بيبان. النهارده انت بتكسب القناه 61، انت مفروض فرق المستوى تحط في القناه فرق تحط 80 نقطه او 90 نقطه. هو مش باصص كده مستر اجوشتي، مش باصص ان انت يا فرحه قلبي دايس على لعيبتك دايس على لعيبتك دايس على لعيبتك تجيب 90 نقطه في ماتش زي القناه. انت يعني بفضل الله وكل الاحترام لكل الفرق هتكسبه. فالنهارده لازم انا اخد الكيرف بايدي انا كده وانزله تحت، عشان البطولات المهمه واللي بيترتب عليها بطولات تانية تبقى انت فايق واقف على رجلك. فان شاء الله تصور ان برضو الـ يعني الدنيا مش هتبقى احسن حاجه، يعني هنلعب ماتش الزمالك برضو الاسبوع اللي جاي، ماتشين الزمالك ذهاب واياب. انا برضو بقول الدنيا مش هتبقى احسن حاجه، هتلاقي برضو في تذبذب في المستوى عشان لسه الاجهاد ما راحش، هتضطر ترجع لعيبتك عشان دي مباراه قمه مهما كان، ده اهلي وزمالك وليها حسابات تانية، كنا بنلعب ماتش السوبر المصري هناك، فانت النهارده هتلاعبهم تاني. فبرضو انا بقول ان فريق الباسكت هيستمر الاهتزاز في المستوى لحين استعاده او ريكفر كامل اللاعبين، يحصل لهم ريكفري في النواحي كلها بدنيا ونفسيا وعصبيا، الثلاثه يحصل فيه ريكفري الفرقه ترجع لمستواها. طيب هتقولي المحترف، نقطه المحترف، النادي الاهلي عايز نوعيه محترف معين. المحترف المعين ده ان هو زي تومسون السنه اللي فاتت، لعيب بيلعب للفرقه، لعيب مش هداف. النهارده بنشوف صفحات كتير يعني حتى يعني صفحات تنتمي لجمهور النادي الاهلي وصفحات لا تنتمي لجمهور النادي الاهلي مهتمه بكره السله بشكل عام، بيتكلموا ان اللاعب ما يليقش مثلا، او يعني لا محتاجين لعيب اقوى. لا، انت النهارده بتحكم عليه لان انت هو مطالب منه يعمل دور مش بتاعه. انت عندك النهارده ماكينات تهديفيه، عندك ايهاب امين، عندك عمر طارق، عندك عمرو الجندي، عندك عمرو زهران، عندك النهارده مؤمن خيري، عندك النهارده عزب، عندك النهارده مهيب، كل دول ماكينات تهديفيه في لحظه يحط لك 20 بون. انت مش عايز واحد يخش يزاحمهم في الترايات بتاعتهم، انت عايز وسيف سمير كمان، انت عايز حد يعني بلغه الكره كده يخدم عليهم لغه الرياضه. فالنهارده انت اللعيبه دي انت مريحها، فالنهارده الماكينات دي غايبه، فانت مش معقول هتروح للمحترف اللي انت مختاره اصلا يمشي الفريق ويخدم على الفريق تقول له حط سكور. بيجتهد على قد امكانياته وعلى قد فنياته وعلى قد اعداده وعلى قد المطلوب منه، ولكن مش هيقدر يحط 40 و50 بونت. انما الفرقه الثانيه جايبه مكنه تهديفيه، طب ما خلاص، ما الفرقه الثانيه بقى اللي جايبه مكنه تهديفيه دي ما تاخد الدوري، صح ولا انا غلطان؟ طب ما بياخدوش الدوري ليه؟ لان هي منظومه، اللي ادرى بيها مش انا ولا حضراتكم، ولا اللي ادرى بيها هو مستر اجوستي بوش، واختياره لهذا اللاعب هو عارف هو مختار فيه. ولو تفتكروا تومسون تعرض لسيل من الانتقادات انه اللعيب وما يلقش بالنادي الاهلي واللي واللي، والنهارده تومسون ده اللي كان يعني الناس بتهاجمه كان بيحط لك 4 بونت 6 بونت في وقت انت مش عارف تحط، يكسبك مباراه، ما دخلش بطوله معانا وخسرها. تومسون اللي يعني كان بيتعرض لسلم الانتقادات. يعني انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان نصبر على الفريق شويه، يعني نصبر نشوف الدنيا فيها ايه. اهتزاز المستوى هيستمر؟ اه هيستمر. مباراتين مهمين الاسبوع الجاي على فكره، اسبوع حافل معانا في المباريات، هقول لحضراتكم في نهايه الحلقه المباريات ايه اللي معانا. وبالمناسبه برضو يعني عشان نفتكر يعني مع بعض، احنا باذن الله بكره هنذيع مباراه كره السله سيدات اللي هتكون ان شاء الله الاهلي وسموحه، بكره باذن الله هنذيع على شقه النادي الاهلي باستوديو تحليلي، يعني هنبقى خلاص دخلنا في النهايات، هتلاقينا على طول قربنا من الفرقه باستوديو عشان يعني نتناول كل الامور الفنيه المتعلقه بالفريق عن قرب باذن الله. طيب هنروح للسيدات، نطلع فاصل دلوقتي ولا بعد الخبر ده يا جماعه؟ طيب ناخد باسكت السيدات نتكلم عنهم. فريق السيدات زي ما قلت لحضراتكم يعني سبقت انا شويه، قلت لكم ان عندنا مباراه بكره ان شاء الله مع سموحه. لعبنا سموحه مباراه الذهاب والاولى مع مرتبط، فزنا بنتيجه 80-54، نتيجه كبيره. والمرتبط بتاعنا كمان فاز بشكل كبير بس تعادل، فاز يعني فاز فرق قريب 76-74 كده. انت فزت الاثنين
تانية بيلعب فريق سبورتنج ماشي كويس، وهو كمان قريب جدا من الصعود بعد ما فاز على الجزيرة في ماتشين مرتبط وكبار، وكده خلاص هيكون يعني ان شاء الله نهائي مكرر الاهلي وسبورتنج في كل البطولات. يمكن السنة اللي فاتت بس في الدوري الجزيرة خرج سبورتنج، كانت مفاجأة، انما السنة دي واضح ان سبورتنج يعني مركزين وماشيين بشكل كويس وعايزين يوصلوا للفاينل على عكس السنه اللي فاتت. طب الماتش الثاني امتى؟ قلت لحضراتكم في الخبر الماتش الثاني هيكون بكره باذن الله، ماتش السيدات هيكون الساعه 6، هنطلع في استوديو تحليلي بكره ان شاء الله الساعه 5، نتمنى الفوز ان شاء الله عشان نروح للمباراه النهائيه مع نادي سبورتنج باذن الله، وتبقى يعني الفوز بيها ان شاء الله يكون حلفنا. طيب خلينا نروح للسيدات كره طائره. زي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت احنا كنا رحنا ليه خلاص الدوري ابتدى وبدات المباريات، عندنا مباراه جديده مع الجياد ان شاء الله هتتلعب في امتى، هتتلعب يعني لا المباراه الجياد احنا لعبناها وفزنا بيها، المباراه اللي جايه مع وادي دجله المعادي، خليني بس عشان المباريات كتير والاحداث كتير سامحوني، مباراه الجياد اللي فاتت، المباراه القادمه مع وادي دجله في المركز الاولمبي في المعادي. معلومات كبيره جدا عايز اقول لكم، ومتابعتك فيها متعه اكيد، ولكن وضع طبيعي ان انت تبقى يعني اكيد بيحصل يعني تداخل في المباريات ومواعيدها. ماتش الجياد خلص 3-0 بنتائج الحمد لله كبيره، 25-16 25-19 25-10، وده كان في الجوله الثانيه. الجوله الاولى برضو فزنا الحمد لله بنتيجه 3-0. الماتش اللي كان اتلعب اول امبارح على صاله الشهداء اللي هو ماتش الجياد، وفرقتنا باذن الله هتلعب الماتش الجاي زي ما قلت لحضراتكم مع وادي دجله في الجوله الثالثه في المركز الاولمبي في المعادي يوم الجمعه القادمه الساعه 6. الاهلي بيلعب في المجموعه الاولى، مين معاه؟ الصيد، وادي دجله، الشمس، اصحاب الجياد، نادي الواي. فرقتنا طبعا هي حامل لقب بطوله الدوري بعد الفوز على نادي الزمالك في النهائي اللي اتلعب في صاله الشباب والرياضه. كاميرا الابطال كانت موجوده في مباراه الجياد، اتفرج على التقرير ده مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. بالنسبه للموسم الجديد احنا بادئين من شهر 7 مع جزء من اللعيبه، وبعدين اكتملنا مع بعض الناس اللي موجودين منتخب جولنا، وبعدين مع المحترفه الاولانيه جت، وبعدين المحترفه الثانيه بيخشوا معانا بالتدريج في اللعب. احنا مزودين الحمل التدريبي البدني اكتر من الحمل التدريبي، وبالتالي برضو المستوى اللي موجود دوت مش هو المستوى اللي احنا مستنيينه من الفرقه، لكن دي البدايه بتاعتنا، ودايما الماتشات البدايات دايما بتبقى فيها نوع من انواع الايه الاتراكتيف شويه، التشويق شويه، والفرقه الثانيه تلعب معاكي وكده يعني. لكن ان شاء الله يعني بالنسبه للموسم طبعا احنا عارفين الموسم متقسم لمجموعتين، الاول المجموعه الاولانيه دي او الدور التمهيدي ده عباره عن دور رايح جاي بنلعب فيه هنا ونلعب في الفرقه الثانيه هناك، ده علشان خاطر مجرد بنعتبر، واحنا بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي بنعتبره تنشيطي لينا يعني، او ده الماتشات الوديه اللي احنا بنعملها قبل دور الثمانيه اللي بيحدد فيه الترتيب اللي فيه الماتشات المهمه، فده الاستعداد بتاعنا. هنيجي بعد كده نخش على اول حاجه السوبر عندنا، وبعد كده نكمل الدوري وبعدين الكاس ان شاء الله. هو اهم حاجه التعليمات بتاعتنا الالتزام باللي اتعمل في التدريب في الوحده التدريبيه، يعني مش مفترض ان هم يعملوا حاجه غير اللي احنا متفقين عليها في الوحدات التدريبيه قبل كده. جايز يكون الحمل البدني شديد عليهم فيمكن التاديه بتكون اقل شويه، الا ان هم بيحاولوا ينفذوا اللي تم الاتفاق عليه، بس دي كل التعليمات، لان الفرق اللي قصادنا دي ما زالت اول ماتش لينا، فرقه اصحاب الجياد ما كانتش موجوده او انا ما شفتهاش السنه اللي فاتت حتى، ما عنديش ليها اي حاجه قديمه، فدي اول مواجهه لينا ليها، فبنشوفها بنلعب معاها بنعرف في الملعب بيبقى شغلنا شوط بشوط، يعني الشوط الاولاني مين اللي موجود مين اللي مش موجود في الفرقه الثانيه، مين احسن لاعب مين اقل لاعب عندهم، نركز ارسالاتنا على مين، لعبنا على مين، نركز احنا الخطط الهجوميه بتاعتنا بنعيدها ونكرر عليها، بس ده كل الموضوع يعني. فيعني موسم بادئ وربنا سهل ان شاء الله، نوعد جمهور نادي الاهلي بموسم كويس السنه دي ان شاء الله. هو الحمد لله اول حاجه ان احنا قدرنا نكسب اول ماتش، طبعا احنا لسه بنتعود على بعض، طبعا جهاز جديد ومحترفين جديده، فبالنسبه لاول ماتش احنا لسه ما عملناش كل حاجه عندنا، بس الحمد لله ان احنا عرفنا نعديه كلنا مع بعض جداد، ولعبنا كويس قوي فالحمد لله يعني عدينا اول ستيب. عندنا بقى الدوري كله طبعا هيبقى صعب لان اول دور ده لسه رايح جاي، فاحنا لسه السيزون طويل قوي، فالدور ده عايزين يعني ان شاء الله كلنا نعرف
يعني نوصل للتوب فورم بتاعتنا في الدور ده ان شاء الله. استعدادنا على طول كابتن ابراهيم طبعا في التمارين كلها بيقعد يقول لنا هنعمل ايه، طبعا الخطط الطوعيه اللي كل مدرب بيقولها للفريق، فهي دي على طول يعني مفيش حاجه اقدر اقولها اكتر ان هو غير ان هو بيقول لنا ايه هنعمل الماتش ده هيبقى عامل ازاي، ماتش سهل ماتش صعب، هنقف ازاي، الارسالات فين كده يعني. بركز طبعا بشوف الاول الفرقه دي ارسالاتها عامله ازاي، لان انا كل شغلي يعني على الاستقبال، فطبعا بيبقى بالنسبه لي ماتش سهل ولا صعب مش زي ما هم شايفين مثلا ماتش زمالك ولا ماتش اقل منه شويه، لا انا بشوف الماتش ده ارسالاتهم عامله ازاي. فمن هنا بقى بقعد اركز انا هبقى مركزه قوي في الارسال ولا هبقى مركز في الاستقبال قصدي ولا هبقى مركزه مع اللي جنبي كده يعني. طبعا الموسم ده جهاز فني جديد، سيستم مختلف، طريقه جديده، فكر جديد، طبعا بعد كابتن حمدي صافي ابتدينا ان احنا واحده واحده نتاقلم مع السيستم مع كابتن ابراهيم وكده. النهارده اول ماتش الحمد لله انتهى بفوزنا الحمد لله، وان شاء الله يعني الدور الاول ده هو زي بيبقى تمارين لينا للادوار اللي بعد كده علشان نبدا ان احنا نخش بقى في الفاينلز والحاجات دي نبقى جاهزين جدا. بس فهو سيستم جديد واحنا الحمد لله يعني ابتدينا واحده واحده، هو في اول ماتش نتاقلم ونادي اللي علينا يعني الحمد لله. طبعا اول حاجه الارسال والاستقبال دي اول حاجه لازم نركز فيها، اول كوره والرافع جديد مختلف عن السنه اللي فاتت، لازم يبقى بطريقه معينه بسرعه معينه مش زي السنين اللي فاتت، يعني ابتدينا ان احنا واحده واحده نأدي اللي علينا وبس ان شاء الله يعني نبقى قد المسؤوليه ونأدي يعني ان شاء الله. دلوقتي احنا استعداداتنا اصلا للموسم الجديد، احنا بنتمرن من شهر 7 بجد، تمرين ثقيل وكتير قوي وده اكيد طبعا في مصلحتنا. كابتن ابراهيم غير فينا في كل لعيبه بجد حاجات كتير، ستايلات وحاجات وسكاوتنج على نفسها، وان هي تقعد نقعد نتفرج على نفسنا احنا بنعمل ايه، فدي اكيد طبعا مصلحتنا. احنا ماتش النهارده يعتبر يعني اصحاب الجهاد، فرقه كويسه وبتعلى كل سنه، بس طبعا مش مقياس لينا خالص في اي حاجه. احنا يعتبر الدور الاولاني كله يعني ماتشات مش اللي هما برده مش اقويه قوي، بس اللي هو ايه نقف مع بعض اكتر، نحفظ بعض اكتر، ودي يعني في مصلحتنا. السنه دي مهمه قوي بالنسبه لنا كلنا، احنا يعني ناويين ان احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله نحقق الاربع بطولات. ما عندناش يعني مش زي خالص السنه اللي فاتت ان احنا نستهون عن اي بطوله، لا بالعكس اللي حصل السنه اللي فاتت ده مدينا ان احنا دافع اكتر ان احنا لا احنا النادي الاهلي، بطولات كلها تبقى في النادي الاهلي، ما فيش اي بطوله خالص هتخرج عن النادي الاهلي. كل ماتش اكيد طبعا بتبقي يعني بتشوفي انت وصلتي لحاجه كويسه، انت مستواكي عالي، انت لسه عند حاجه معينه، دي تقعدي تتكلمي فيها برضو مع الجهاز الفني وبرضو بتشوفي السكاوتنج بتاعك. بس باذن الله انا اوعد جمهور النادي الاهلي باذن الله بطولات السنه دي باذن الله داخل النادي الاهلي ان شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا التقرير اللاعبات بيتكلموا انه طبعا جهاز فني جديد، سيستم فني جديد، بس يعني عندهم حماس، هم عندهم ثقه في الشغل. يعني انا بروح الحقيقه اوقات كتيره النادي وبشوف التمرين بيبقى فترات طويله جدا. كابتن ابراهيم فخر الدين معروف عنه انه يعني بيطلع بالحمل التدريبي بشكل كبير، بيركز في التفاصيل، عنده قدره انه يصنع فرق ويصنع نجوم. فالحقيقه وجود كابتن ابراهيم فخر الدين اكيد هيبقى اضافه قويه. الموسم برضو صعب، عندهم تحدي جامد السنة دي، المنافس طبعا المعتاد نادي الزمالك، أكيد عنده فرقته برضو بعد اللعيبة اللي راحت من عندنا لهناك السنة اللي فاتت، أكيد بقى على قوة كبيرة طبعا أكيد، وشما شفت حضراتكم من الدية اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. فالفريق ده الحقيقة عنده تحدي كبير، واللاعبات واعدين زي ما حضراتكم شفتوا شروق يعني وهي بتقول إن شاء الله بنوع جمهور النادي الأهلي بالفوز بالبطولات السنة دي، فده إصرار وده إحساس بالمسؤولية، إن شاء الله يفوزوا وإن شاء الله تعبهم الحقيقة ما يروحش يعني أكيد أو يوصلهم لمنصات أو منصة التتويج في المركز الأول، وده اللي بيسعى عليه فريق السيدات دائما أبدا. هروح للسكواش، مصطفى عسل لاعبنا زي ما حضراتكم عارفين، مصطفى تعرض الفترة اللي فاتت لإيقافات متعددة خليته يتراجع شوية في التصنيف العالمي، بدأ يشارك تاني في البطولات، راح شارك في بطولة ماليزيا للسكواش، نجح بشكل كبير انه يوصل لقبل النهائي. يعني مباراته كانت مع الهندي في دور الثمانيه سواريف جوسال، واستطاع يفوز 3-0
وجاءت نتيجه الاسوان 11 4 11 2 11 6 في ماتش استمر 43 دقيقه. مصطفى هيلعب في مباراه قبل النهائي مع الهندي راميت تاندون، واللي فجر مفاجاه كبيره بفوزه على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجه 3 2 في مباراه استمرت 76 دقيقه. الهند على فكره انا فاكر لعيب سكواش كان اسمه جانشير خان تقريبا، ده كان بطل عالم باكستاني، انا اسف باكستاني. الهند وباكستان يعني متميزين جدا، وكانوا لغايه ما مصر دخلت اللعبه، يعني الهند وباكستان قعدوا فتره طويله جدا متسايدين اللعبه دي. انا فاكر جانشير ده كان يعني بقعد استناه بالليل اتفرج عليه، كنت فاكره كان بيلبس شورتات كده قصيره شويه، كانت دي الموضه، وكانت يعني ليها قصه معينه كده، وكان الحقيقه بيبقى وقعد يمكن 7-8 سنين بطل عالم. مصر لما دخلت بقى الاسكواش يعني بامانه اكتسحت الدنيا كلها، ودخول الاسكواش الاولمبيات في لوس انجلوس ان شاء الله 2028 فرصه كبيره واضافه قويه جدا لينا. طبعا اكيد هيكون في رجال وسيدات مبدئيا، يعني هو هيبقى دي ميداليتين، لازم 2 ذهب. يعني انت عندك ما فيش زوجي في السكواش، ما فيش ما بتلعبش زوجي، هو لان هو اصلا يعني الملعب ضيق، ما ينفعش تلعب، هيبقى 4 في الملعب ازاي؟ البادل بتلعب بزوجي، انما السكواش فردي، فالنهارده هيبقى عندك رجال وعندك سيدات. بسم الله الرحمن الرحيم كده مش هنتنازل عن ميداليتين ذهب، لازم يكون التخطيط من دلوقتي للاتحاد مين هيبقى في التوب في 2028. مصطفى عسل اتصور هيبقى في الطب، ليه؟ احنا النهارده بنتكلم 5 سنين كمان جايين. مصطفى عنده 21 سنه 22 سنه، كمان 5 سنين هيبقى عنده 26 27 سنه، هيبقى في عزه. فالنهارده مصطفى عسل ده احد يعني زي ما بيقولوا المرشحين الاوائل انه يجيب لنا ميداليه ذهب، وهو وصل كان بطل عالم. فالنهارده لازم نرعى مصطفى عسل واثنين ثلاثه زيه، بحيث ان احنا نوصل ل 2028 يبقى عندنا 3-4 لعيبه هم دول اللي ان شاء الله ممكن، وكذلك في السيدات، وحظوظنا برضو عاليه في السيدات. طيب مصطفى عسل البطوله دي راحها في ماليزيا، دي مجموع جوائزها 51,000 دولار. مصطفى عسل يعني محتاج بطولات من دي يلم منها نقاط عشان يرجع تاني يخش في المربع الذهبي الكبير في الترتيب، عشان يقدر يرجع لمكانه الطبيعي كبطل عالم. الايقافات اخرته، لعيبه تانيه لعبت بطولات جمعت نقاط، ولكن احنا لسه في بدايه الموسم. مصطفى ان شاء الله يتعلم اكيد من الظروف اللي فاتت دي وتزيده اكيد تحدي. طيب نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا المستمره مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. الأهلي في مواجهة الجونة. ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من الدوري المصري. الاستوديو التحليلي الأقوى مع الكابتن أيمن شوقي. الاستوديو التحليلي السبت الساعة 3 عصرا على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. عشرة الصبح في الأهلي مع كريم كوجوك ونهاوند سري. 10 الصبح في الأهلي من الأحد إلى الأربعاء 10 صباحا على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. اهلا بحضراتكم من جديد. الاسبوع اللي فات كان منتخب مصر للهوكي الارضي كان بيلعب نهائي افريقيا مع جنوب افريقيا، وكانت المباراه دي اللي يعني اللي هيفوز فيها هياخد اول افريقيا ويتاهل للاولمبياد، ولكن لسوء الحظ المنتخب ما تاهلش وخسر من جنوب افريقيا 2-1 في مباراه الحقيقه حصل فيها جدل تحكيمي كبير جدا.
ويقول تم الحكم الغى هدفين. المباراه بالمناسبه كانت بتلعب في جوهانسبرج في جنوب افريقيا في ملعبهم، وحصل جدل تحكيمي كبير لدرجه ان في هدفين صحاح اتلغوا لمنتخب مصر من وجهه نظرنا. بناء عليه منتخبنا عشان يوصل الاولمبياد لازم يروح يلعب تصفيات الاولمبياد في مجموعتين اتعملوا، هيتاهل منهم اول ثلاثه، يعني ست فرق هيطلعوا من التصفيات دول هيلحقوا بالفرق اللي تاهلت للاولمبياد من مباشره من خلال بطولات القاريه بتاعتهم. خلينا نشوف مجموعتنا كانت مين وشكلها ايه. طبعا وقع معانا في المجموعه بلجيكا، اسبانيا، اليابان، النمسا، اوكرانيا، كوريا الجنوبيه، ايرلندا. مجموعه صعبه، مجموعه مصر مجموعه صعبه، وهتتلعب في مدينه فالنسيا الاسبانيه من 13 يناير لحد 21 يناير. مجموعه صعبه. طب المجموعه الثانيه مين؟ انجلترا، المانيا، نيوزيلندا، ماليزيا، باكستان، كندا، تشيل، الصين. انتوا عارفين يا جماعه وانا بقرا مجموعه مصر تاني، بلجيكا، اسبانيا، اليابان، النمسا، اوكرانيا، كوريا الجنوبيه، ايرلندا، قلت في علي بالي دي المجموعتين، قلت في علي بالي هو مين اللي تاهل الاولمبياد لما دول ما تاهلوش. لا بجد صراحه يعني لما الفرق والناحيه الثانيه انجلترا والمانيا ونيوزيلندا وماليزيا وباكستان وكندا وتشيل والصين، يا نهار ابيض الفرق دي ما تاهلتش يا جماعه، امال اللي تاهل مين يعني؟ فهي مجموعات قويه جدا، والهوكي الارضي ده ليه شعبيه طاغيه في امريكا، بيلعبوه بقى على الجليد وبيلعبوه بشكل تاني، يعني بيبقى لابسين خوذ وحاجه، وبرده من الالعاب الشعبيه في امريكا. فالهوكي فكره اللعب الكوره بالمضرب على الارض يعني الجمهور بيحب يتفرج عليها. نتمنى التوفيق لفريقنا. طبعا مجموعتنا صعبه، ثلاث فرق يتاهلوا ما حدش يعرف، احنا منتخب الكره الطائره راح كسب اليابان فما حدش عارف حاجه، يعني انت ممكن تعمل اللي عليك وادي اللي عليك وخلاص. انت تعرضت لظلم تحكيمي؟ اه تعرضت لظلم تحكيمي، ولكن منتخبنا ان شاء الله يعمل اللي عليه ويقدر يادي بشكل جيد، ونتمنى ليهم طبعا ان هم يعني يتاهلوا الاولمبياد يا رب، ما فيش بعيد. هنروح لخبرنا اللي بعد كده والتايكوندو. 13 ميداليه حصاد البعثه المصريه في بطوله افريقيا للتايكوندو، ده رقم كبير وعدد ميداليات كبيره، والتايكوندو من الالعاب المهمه جدا لينا عشان اولمبياد باريس 2024. خلينا نشوف كده حصل ايه وايه اللي تم في بطوله افريقيا للتايكوندو. 13 ميداليه، البطوله اتلعبت يوم 5 و6 نوفمبر اللي احنا فيه في العاصمه الايفواريه ابيجان. مصر جت في المركز الثاني بالترتيب العام بعد المغرب، وجت ميدالياتنا 2 ذهب 4 فضه 7 برونز. الميداليات الذهب جت عن طريق جانا خطاب في وزن تحت 49 كيلو، واحمد وائل في منافسات وزن تحت 68 كيلو جرام. اما الميداليات الفضيه فجت عن طريق سيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كيلو جرام، واخوه رامي عيسى حقق الفضه برضه في منافسات تحت 74 كيلو جرام، بيفكروني بالاخوين الجندي في الخماسي الحديث، هما الاثنين ابطال برضه كده. واحمد راوي في منافسات 87 كيلو جرام، وميسون ايهاب في منافسات وزن تحت 73 كيلو جرام. ولو رحنا للميداليات البرونزيه هنلاقي انها جت عن طريق عبد الله عصام في منافسات وزن فوق 87 كيلو جرام، وتقى شعبان في وزن فوق 73 كيلو جرام، وآية شحاته في منافسات وزن تحت 67 كيلو جرام، وليلى شريف في منافسات وزن تحت 46 كيلو جرام، ومعتز عاصم في منافسات وزن تحت 54 كيلو جرام، وشهد سامي في منافسات وزن تحت 53 كيلو جرام، ونادين عمرو في منافسات وزن 62 كيلو جرام. وكان بيشرف على تدريب المنتخب كابتن أسامة السيد المدرب العام، ومع كابتن محمد مجدي كمدرب للمنتخب، وأحمد الشباسي كمحلل أداء، والدكتور أحمد مسعد رئيس جهاز الطبي، والدكتور أدري المر أخصائي العلاج الطبيعي، أما المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف العام على المنتخب، فكان هو رئيس البعثة في كوت ديفوار. ألف مبروك للمنتخب، يمكن ميدالية واحدة ذهب أو اثنين كانت تخليك فيه يعني المقدمة وتحتل الترتيب العام، ولكن ولا حاجة. التايكوندو أنتوا عارفين جاب ميدالية كمان يعني أولمبية الفترة اللي فاتت في الأولمبيات اللي فاتت من خلال طبعا يعني بطلنا الكبير سيف عيسى، يعني رامي النهاردة بيخش على الخط أخوه، فيعني إن شاء الله نتمنى أن يبقى عندنا أكتر من ميدالية أولمبية في باريس 2024. هنروح لخبر آخر يخص منتخباتنا، 56 ميدالية مصرية في البطولتين العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف، واللي كانت بتتلعب في شرم الشيخ في الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر اللي فاتوا. طبعا اتعملت تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبتنظيم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسه سامح الشاذلي.
مصر احتلت المركز الاول في البطوله العربيه رقم 15 باجمالي 28 ميداليه، وجم كالتالي 14 ذهب و12 فضه و2 برونز، وجي بعد منتخبنا في الصداره منتخب تونس برصيد 3 ميداليات 2 ذهب و1 فضه، وجي منتخب الاردن في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، جم كالتالي 2 فضه و7 برونز، وبعده جه منتخب الجزائر في المركز الرابع باجمالي 5 ميداليات وكان واحده فضه واربعه برونز، وبعديه المنتخب الكويتي في المركز الخامس بميداليتين برونز. والبطوله شارك فيها 7 منتخبات وهم الجزائر وليبيا وتونس والكويت والامارات والاردن بالاضافه لمصر البلد المضيف. اما لو رحنا لبطوله افريقيا وده طبعا حاجه كويسه الحقيقه من الاتحاد انه لعب البطولتين ورا بعض، اعداد كويس واستفاده للمنتخب بشكل كويس وما نرجعش ما نخرجش بره التركيز. اما لو رحنا البطوله الافريقيه فتلاقي منتخبنا سيطر على اغلب الميداليات برصيد 28 ميداليه وكانوا 13 ذهب وزيهم فضه وميداليتين برونز. الف مليون مبروك لمنتخباتنا او منتخب مصر للسباحه بالزعانف، هذه يعني الارقام الجيده والميداليات الكثيره سواء في البطوله العربيه والافريقيه. كنا نوهنا في بدايه الحلقه ان احنا حلقتنا عن الكاراتيه، طب خليني اقدم ضيفتي اللي هتكون موجوده معايا النهارده وهي نجمة الكاراتيه في النادي الاهلي نجمة الكاتا نهى عزم. نهى شاركت مع منتخب مصر الثلاثي اي هشام واسماء مجدي، اي هشام لاعبتنا في ايضا في الكاراتيه، والحقيقه اي كانت ضيفتنا النهارده ولكن منعتها بعض الظروف انها تكون متواجده، هيكون معانا نهى عزم. الثلاثه بيلعبوا كاتا والثلاثه لعبوا بطوله العالم اللي كانت في المجر في بودابست في الشهر اللي فات في نهايه الشهر اللي فات اللي كان تحديدا من 23 اكتوبر حتى 30 اكتوبر. فيعني بطلتنا نوع عزب وآي هشام ومعهم أسماء مجدي لعيبة نادي طلائع الجيش استطاعوا أن هم يفوزوا ببرونزية بطولة العالم زي ما قلت لحضراتكم اتلعبت في بودابست. إنجاز كويس وعلى فكرة مش غريب عن آي هشام ولا نهى عزب الاثنين ان هم يفوزوا بميداليات في بطوله العالم وكانوا ضيوفنا يعني فترات كثيره وبطولات كثيره عالم ايضا، يعني تحدثوا عن امالهم وطموحاتهم وما شاء الله ماشيين بخطه ثابته والمنتخب قوامه ثابت لان الكاتا لعبه استعراضيه مش قتال. عندنا في الكاراتيه في نشاطين، الكوميتيه وهو القتال اللي حضراتكم عارفينه واللي بيبقى فتره المباراه بين ثلاث دقائق حاجه كده، وبعد كده الكاتا. الكاتا بيبقى استعراضي بيبقى ثلاثي بيعملوا لعب استعراضي تناسق في الحركات في الاداء في القوه في الرشاقه، بيبقى مجموعه حركات وتقييم. الحقيقه ده الفرعين او النشاطين او الايفنتين اللي بيتلعبوا في الكاراتيه. طبعا انا بتكلم النهارده عن الكاتا وهتكون معانا نهى عزب نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفي البدايه بنرحب بنجمه الكاراتيه نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر برونزيه العالم في الكاتا، بنرحب بنهى عزب. اهلا بيك يا نهى. اهلا بحضرتك. منورانا ومبروك. الله ينور حضرتك. الله يبارك في حضرتك. انا عايز اقول لك انه يعني دايما الحمد لله انت دايما بكل ضيفتنا انت ويعني ورفيقه الكفاح معاكي طبعا اي هشام والثالثه طبعا بتبقى اسماء مجدي. ما شاء الله انتوا بقالكم فتره مع بعض عملتوا انجازات كويس. خليني اقول مولدكم انتوا الثلاثه مع بعض امتى، يعني خلينا نبتدي من البدايه خالص، انتوا الثلاثه ابتديتوا مع بعض ازاي، ابتديتوا امتى والتشكيل ده اتكون ازاي؟ هو ابتدينا 2021. انا كنت ساعتها شابات فاتصعدت للفريق الكبير يعني في الجماعي، بس طبعا كان في منافسات في الاول ان يعملوا تيم في الاخر، فقعدنا حبه في الاول علشان خلاص يقرروا ان ده التيم، بعدين في الاخر استقرينا خلاص ان ده التيم في 2021. واول يعني اول بطوله لعبناها مع بعض احنا الثلاثه كانت بريمير ليج القاهره 2021. كان ده كان الايفنت اول ظهور ليكم انتوا الثلاثه مع بعض، انت وايه واسماء. وبداتوا الاول اللي هو البريمير ليج كان في القاهره. بعد كده كان في واحده في تركيا فاكر. التركيه دي اسماء ما كانتش معانا. اسماء ما كانتش معاكوا. ليه غابت ليه فاكره ساعتها؟ هو انا ساعتها انا اصلا ما كنتش مسافره. كان في بنت تانية برضو عندنا في الاهلي كانت هي اللي مسافره، بس اسماء حصل لها مشكله في السفر في ورق السفر وكده، فانا كنت الاحتياطي بتاعه. فساعتها ايه ده سبحان الله، انت دخلتي مكان اسماء اصلا؟ على طول. انا كنت حافظه الثلاث، في عندنا بونكاي كل واحد ليه دور. انا كنت حافظه الثلاث ادوار. بحيث ان هو لو حصل اي حاجه في اي وقت. صعبه عليكي دي؟ لا كانت صعبه يعني اكيد. كنت سنك صغير. الله اكبر 20 21 سنه. وانا كنت حاطه في دماغي ان انا عايزه ادخل. فكنت لازم تعملي كل اللي فيك. عامله كل حاجه بقى، حافظه الثلاثه، انا موجوده. انا موجوده. بس فلما غابت اسماء. الحمد لله. كنت انت اقرب واحده لاي واحده تغيب. حتى بعدها ايه حصل لها اصابه فما عرفتش تسافر البرتغال فرحت مكان ايه. كنا ساعتها هنطلع احنا الثلاثه
البرتغال دي، بس آية إصابتها طبعا منعتها فساعتها دخلت مكان آية. بس برافو عليك يا نوها بصراحة. يعني إن أنت محافظة ثلاث حركات أو ثلاث أدوار لكل لاعب بيعمل دور، أنت حافظاه عشان تلاقي لك مكان، واللي عايز ينجح لازم ده طريقه. ما يقولش لا طب أنا في الحتة دي ومش عارف إيه، لا ما أعمل كل في إيدي واللي مش في إيدي. أو أنا بصراحة يعني أنا مش عايز أسيب أوبشن، اللي هو أنا عايز أكون موجود أو أعمل كل حاجة عشان ما أحسش إن أنا كان في حاجة كان ممكن أعملها وما عملتهاش. نوع أنت كده في حياتك؟ لا في حياتي يعني حياتك كل حاجة بتبقى حريصة ويعني يعني مركزة إن كل حاجة تقدري تعمليها وما فيش حاجة تبقى يعني ترجعي تندمي تقولي يا ريتني ما كنتش. ما أنا بالنسبة لي إحساس الندم ده لوحده أوحش حاجة ممكن أحسها. أنت برج إيه؟ سرطان. يعني شهر كام فكريني كده؟ 7/7 أنا مواليد سرطان. برج بص يعني بس عايز اقول لك انه ده طريق النجاح، واللي عايز ينجح في الرياضه او في اي حاجه لازم يكون ده تفكيره، ما يسيبش يعني ايه احتمال واحد مش ممكن يحصل فيبقى هو بره في اي في الاحتمالات دي. طيب انت دخلتي وانت اصغرهم سنا ولعبتي واثبتتي نفسك، وبدا الثلاثي ده يبقى هو الاختيار بتاعه في كل بطوله تقريبا، اكيد المدربين الفنيين مروا عليك، هل أجهزة فنية اتغيرت ولا هو جهاز فني وحيد اللي اختاركم انتوا الثلاثة مع بعض؟ لا هو المجموعة دي. لا هو جهاز فني وحيد، بس احنا في الجمعية ما بيكونش لينا تصفيات، هي بتبقى أكتر رؤية الجهاز الفني والكابتن. اختياره؟ اه ما هو اختيار، ما خلي بالك أصل اللعبة أصلاً يعني تقديرية، حتى الحكام بيقدروا. بالظبط. فالمدرب تقديري، مش هي أصل مش واحد بيكسب التاني. طيب الجهاز الفني من أول ما بديتوا انتوا الثلاثة مع بعض وهو معاكم، صح؟ مين بقى في يعني مين الجهاز الفني لازم يعني نتكلم عنهم؟ هو يعني كان دكتور مراد. دكتور مراد عاصم. دكتور مراد عاصم طبعا موجود. حاجه كويسه انه معاكي في الاهلي ومعاكي كمان انت وايه في الاهلي ومعاكوا في المنتخب. اكيد هي كده كده المنتخب بيفصل تماما انت نادي ايه يعني ما بيكونش فيه اي انتماءات اي تحيزات او كده خالص. وكان كابتن ابراهيم مجدي طبعا هو مدربنا. بس كان ساعتها كان كابتن ابراهيم بس اللي كان معانا، السنه دي بقى معانا كابتن حمدي. تمام. بيمرنا برده مع كابتن ابراهيم. لا ما سافرش. لا كابتن ابراهيم بس. كابتن ابراهيم اللي سافر. وشفت دكتور مراد في الصور معاك. لا هو كان معانا. دكتور مراد يعني. طيب يعني تدريبكم بيبقى شكله ايه؟ لان انتوا لازم يكون في هارموني مع بعض. تمرنوا كام ساعه؟ تمرنوا كام لاعبه؟ يعني مهم جدا برده اعرف الناس بالكاتا، الكاتا مش التحام. انتوا بتتمرنوا، انتوا بتلعبوا، انتوا الثلاثة بتعملوا حركات معينة، مدة المباراة بتاعتكم قد ايه؟ الوقت لو كاتا بس دقيقتين ونص. تمام. انت في الجمل بتاعتك لازم تبقى في الدقيقتين دي. لا مش لازم. مش لازم. لا مفيش تايم معين في الكاتا. في الكاتا لوحدها. في الفاينل بيبقى فيه كاتا وبونكاي. خمس دقايق اخرنا. لو عدينا نخسر. خمس دقايق. ودي بتبقى متمرنين عليها بشكل طبعا. والنفس، ولو في حاجه غلط في التايم نبقى عاملين حسابنا برده ونسرع. ايه الفرق بين الكاتا وبنكاي؟ بين ايه؟ اللي هي الفرق الثاني البنكاي ومش كده مش البنكاي. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكاتا هو يعني حركات محفوظه عامه. البنكاي هو شرحها. البنكاي هو شرحها. البنكاي دي كلمه ياباني. ملوش ستاندرد. هو احنا اللي بنالفه عادي. طب دي حلوه، فيها ابداع اكتر، صح؟ الكاتا دي جمل محفوظه، صح؟ يعني انت بتعملي معروفه يعني. بالزبط. يعني انت بتنتقي منها لنسبك. انما البنقاي انت بتشرحي انت اخترتي دي ليه. لا بشرح بقى الحركات دي ايه، في كذا شرح ليها. كل منتخب بقى بيبقى ليه شرحه، فده بيبين الفرق وال طب انتوا بتوع العالم دي لعبتوا الاثنين؟ كاتا في الفاينل بس. في الفاينل بس هنلعب كاتا وبنقاي. قبليها الادوار اللي هي التمهيديه اللي في الاول كاتا بس. طيب تمرينكم شكله ايه بقى؟ تمريننا احنا بنتمرن عادة يعني يومين في ال سوري بنتمرن تمرينتين في اليوم. تمرينتين وقتهم يعني امتى؟ مثلا الصبح وبالليل. الصبح بدري قوي ولا يعني؟ لا بدري. في ميعاد البطولة اللي هو بيبقى كام مثلا؟ 9 مثلا. لو بدري مثلا 6 تصحوا 6 تمرنوا؟ لو ميعاد البطولة 6 نصحى 6. بس احنا ميعاد البطولة عادة بيبقى من 9 من 8. فبتصحوا الصبح تاخدوا تمرين 9. حلو. بتعسكروا فين؟ في المركز الأولمبي؟ في المركز الأولمبي. المركز الأولمبي بيبقى حلو كمان. طيب بتعسكروا بتمرنوا الصبح الساعة 9، ترجعوا تفطروا الأول ولا تفطروا قبل التمرين؟ لا نفطر قبل التمرين. قبل التمرين. نفطر قبل التمرين ونتمرن، نخلص نتغدى مثلا، في يعني لو عايزين ننزل جيم أو كده
ننزل لو تمرين بالليل فتنس فنتمرن بالليل فتنس. طبعا في الاخر ممكن نبقى محتاجين كاراتيه اكتر فنتمرن كاراتيه نزود بقى كاراتيه. فتنس والكاراتيه على حسب البطوله امتى وقت ايه بالظبط. ساعات بقى بيبقوا عايزين يحملوا الفتره دي فتنس فبالتنسيق مع مدرب الكاتا و التلاتة بس اللي مسافرين ولا ممكن تبقوا 7-8 لاعبات مران؟ هو احنا 2021 او زي ما قلت حضرتك كان في منافسه في الاول على موضوع التشكيل الجماعي. تمام. في الاخر بقينا 3 بس. طب المعسكر الاخراني بتاع بطوله العالم اللي كان المعسكر الاخراني احنا لغايه الاخر قبل البطوله كده بشهر او حاجه في تيم تاني صغيرين طالع. كام سنه؟ شباب. شباب زي ما انت طلعت. شباب. ايوه بالظبط. فالمنافسه وموجودين وكانوا بيسافروا معانا البطولات يلعبوا برده وبيحتكوا وبيكونوا معانا. ثلاثه برده. ثلاثه لا وفي اكتر في كمان فانتوا كنتوا بتمرنوا مثلا 7-8 لاعبات ولا مش كده صح؟ وبتشكلوا مع بعض ولا في التمرين بيبقى ثابت التشكيل؟ لا ثابت يعني احنا وهم. عشان طبعا بقى احنا كلنا بقى يعني بنشتغل مع بعض وروحنا بتعلى بناخد بقى من روحهم وهم ياخدوا من روحنا. بس برده يعني الموضوع في منافسه جامده جدا خاصه أكيد. يعني ان هو تقديري هو كان في منافسه برضو طبعا تقديري يعني ايه يعني انت في الكاتا انا بكسبك نقط انما في الكوميتي ده عين حكم لا العكس في الكاتا في الكاتا هي 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 يعني تقدير حكم انما الكوميتي انت بتضرب ونقط فانت الحكام مش يعني مش هتتخدع عين الحكم نادر لما تتخدع يعني ولكن برضو نرجع ونقول ان الفتنس مطلوب عندكم في ايه يعني انتوا مثلا مش زي لعيبه الكوره مثلا او لعيبه الباسكت بتجروا رايحين جايين ايه عناصر الفتنس اللي انتوا محتاجينها ما انا برضو عايز افهم والساده المشاهدين انت بتقولي ان احنا بنتمرن فتنس ايه الفتنس اللي بيحتاجه لعيب الكاراتيه قوه انفجاريه طبعا توازن صح. توازن احنا الهزه تضيع ماتش بالظبط ما فيهاش اوبشن دي خالص طبعا فلكسبيليتي وموبيليتي دي مهمه جدا عشان احنا عضلتنا دايما قفشه عضلتنا دايما تايد عضلتنا دايما شد لعب القتال اصلا ودايما من نقل الحركه للحركه الثانيه في انقباض فك انقباض على طول بالظبط ففي برضو تايمنج ان انت تفك وتربط على طول جسمك كله مره واحده فالتمارين لا كتير طب انتوا بتحتاجوا جري مثلا بتجروا في تراك بتحتاجوش جري لا هو ده نفس مش محتاجين نفس لا لا ده احنا بنعمله احنا بنجري كتسخين عشان جسمك يعرق بس لكن لو عايزين نفس ده نحتاج ان احنا نكرر كاتا كتير نفس الكاتا بدل ما تعمل مثلا جمل دقيقتين اعملها 5 يعني انا لو جريت بقى في التراك بقى قد كده ده مش هيفيدني في نفس الكاتا نفسه انا محتاجه اعيد الكاتا كتير طب عندكم يعني ويت بروجرام هل بيبقى فيه وزن برنامج اوزان بتلعبوا اوزان حديد جيم اوزان مع الكابتن هو بيظبط يعني بتخشوا الجيم بتحتاجوا كلاعيبه كاراتيه بتحتاج الاوزان بنشيل لا بنشيل يعني ابر بودي ولور بودي الشغل اللي احنا بنشتغله ده طيب وده بالاضافه طبعا للكول انفجاري اللي انت قلت عليه طبعا لان انت بتعمل حركات لازم تبقى سريعه لازم مهم قوي الكور نشتغل كور عليه بطن وظهر ده اهم حاجه طبعا ما هو ده المركز الثقل بتاعي هو اللي هيحركني دايما فشغلنا بيبقى على جسمنا كله ايه اللي خلاك تختار الكاراتيه هو انا بنت عمتي كانت بتلعب واختي ماشي يعني حد في العيله واختي برضو فانا كنت أكبر صغيره اكبر اختك اكيد اكبر اكبر بكتير هي مواليد 97 اكبر مني بسبع سنين تمام وبنت عمتي اكبر منها فاحنا بقى كنت انا بقعد اتفرج وبتاع واقعد اقلد عايزه اقلد ويتفرجوا عليا وبعدين دخلت تاسيس بقى في نادي الاهلي مع كابتن ماهر حمزه يعني انت بدايتك على طول اهلي ما عملتش حته تانيه لا اهلي ممتاز وكانت بنت عمتك برضه بتلعب في الاهلي واختي برضه بدات سن قد ايه؟ 4 سنين ده انت خالص صغيره خالص طيب بدات 4 سنين رحت على طول على الكاتا ولا لعبت شويه كوميتيه وبعد كده لا كاتا كاتا على طول طب اختاروكي كده يمكن مثلا عشان حاجات جسمانيه يعني الكوميتيه بيحتاجوا برضه اجسام يعني او بيبقى شكل طول شويه طول لازم انا لا هي بنت عمتي اختي كانوا كاتا فانا دخلت كاتا على طول وانا برضه شويه جسمي صغير مناسب للكاتا اكتر طيب بدات مع الكاتا وقعدت اتدرجت لغايه ما وصلت لمنتخب مصر الله اكبر طيب نروح بقى لبطوله العالم الاخيره اللي هي الاهم يعني معلش احنا اتكلمنا بشكل عام كده عشان الساده المشاهدين يكونوا معانا بس هنخش بقى البطوله دي بطوله بودابست اللي اتلعبت شهر 10 اللي فات كلميني على الاعداد ليها بدات ازاي امتى قعدتوا قد ايه مع عسكريين
سافرتوا امتى؟ الماتشات اللي لعبتوها؟ كلميني بقى، احكي كده، المايك معاكي بقى، كلميني عن البطوله. ماشي. احنا طبعا قاعدين قبليها معسكر مغلق، ما بنطلعش خالص، عمالين بنركز على اخر اللمسات الاخيره. علشان من امتى بدا المعسكر المغلق؟ المعسكر المغلق هو احنا كده كده في معسكر على طول، طول السنه. طول أصلاً. السنه، لا طول السنه ما فيهاش. يعني مش اللي هو يلا نبدا. يعني مفيش حاجه، احنا بادئين على طول. لا بادئين، بنبدا عاده المنتخب من شهر واحد. تمام. طبعا في الاخر بيبقى التكثيف اكتر، في حته ان المعسكر بدل ما يبقى مثلا احنا بناخده 5 ايام او 4 ايام، يبقى 10 ايام، اسبوع. هو المعسكر مفتوح ولا مغلق؟ يعني قاعدين في المركز الاولمبي ولا بتروحوا تيجوا؟ لا مغلق. مغلق قاعدين الفتره كلها طول السنه؟ لا مش طول السنه. في الاول بيكون في مفتوح، بعد كده يعني بيبقى حد عنده التزامات، مثلا مذاكره، دروس، بيروح ويجي. بنروح ونيجي. بس ما فيش اوبشن ان احنا نغيب عن التمرين. تمام. ممكن نروح ونيجي، بس في الاخر بقى اقفل، لازم نقفل. اولا القعد مع بعض في في الاوض ده بيفرق جامد. في ان احنا نقرب اكتر كروح ده بيفرق طبعا. صحيح. فلازم يحصل ده. طيب كملي بقى. عملنا معسكر. عملنا معسكر، وبعدين سافرنا قبل البطوله يعني بكتير، ب5 6 ايام، بودابست. طب ليه سافرتوا بدري؟ ليه؟ ايه الحكمه؟ تحتكوا مع حد ولا تاخدوا جو؟ لا ناخد الجو ونتمرن. و سافرتوا انتوا الثلاثه؟ بنروح بدري. بلغوكي امتى قبل السفر بكام يوم ان انت خلاص ادونت التشكيل النهائي؟ بيبلغوكوا ازاي؟ لا هو احنا اوريدي احنا متشكلين خلاص، انتوا الثلاثه اللي بتتمرنوا بس. تمام. بس خلاص احنا سافرنا بنتمرن كل يوم بقى، يعني احنا خلاص وصلنا يوم السفر نريح عشان تعب السفر وكده، وكان ترانزيت وكده. بس انتوا قريبه يعني، بس نزلتوا ترانزيت. كان ترانزيت. تمام. فخلاص خلصنا، تاني يوم اتمرنا. طبعا كان في صاله هناك، وده بيفرق طبعا عن انك ما يكونش في مكان تتمرن فيه. في صاله تتمرن؟ في صاله نتمرن فيها. هو انت ممكن تروح ما تلاقيش مكان تتمرن؟ في بطولات كده اوقات. تتمرنوا في الاوتيل بقى؟ بنتصرف. بس عاده في بطولات العالم بيكونوا مهتمين قوي بان يكون في صاله. محتاج برضه، محتاج تشوفه اكيد. نروح نتمرن كل يوم. الاكل طبعا كتغذيه احنا لازم، مفيش فاست فود من بره، لازم ميز. نقعد نخزن كاربس وبروتين لغايه البطوله. ايه طبعا لعبت اول يوم، اول ايفنت كان فردي. بعدين ريحنا يوم، بعدين لعبنا جماعي. ايه عملتي بالفردي؟ الحمد لله وصلت للدور الثالث، بس يعني ما توفقتش. طب كويس. اخدت يوم راحه، وايه دخلت معاكم واكتملتوا لعبتوا الجماعي. كام يوم كان الماتشات؟ يومين، يوم اللي هو الادوار التمهيديه ويوم ال فاكره في التمهيدي لعبتوا مين؟ في التمهيدي لعبتوا مين؟ كان معانا يابان والمغرب والمانيا، ومش فاكره قوي الباقي، بس دول كانوا الناس اللي كانت داخله معانا. يعني اتأهل كام فرقه من عندكم؟ فاكره في التمهيدي مين كان فريق اتأهل؟ انتوا ومين؟ كنا مصر يعني اول دور، بعدين اتأهلنا لتاني دور، كنا المانيا واحنا والمغرب ويابان، في ثلاثه تانيين انا مش فاكراهم بصراحه. بعدين الدور التاني هياخدوا ثلاثه بس. الاول هيلعب فاينل. الاول اللي هو كان اليابان. اليابان طبعا وش يعني. التاني والتالت هيلعبوا على برونز، احنا كنا التاني وراهم على طول بعد اليابان. خسرنا من اليابان فرق كتير ولا مش فاكره؟ ولا ما هي مش خساره، هي تقييم يعني. هو عاده اليابان بسبب العالم بتاعها وان هم كانوا اول عالم السنه اللي فاتت، بيكونوا واخدين نص الدرجه اصلا قبل ما ينزلوا. الله. يعني عشان انت عشان تهز بقى عرش فرقه كبيره او منتخب خد بطوله عالم بيبقى صعب، لانه هو جاي خصوصا في الكاتا. الكاتا عشان تطلع ببطل فيها محتاج سنين عشان تقنع لجنه الحكام. سنين عشان هم في اربعه مسيطرين فوق خلاص. مين بقى اللي هم؟ اليابان. في الجماعي. دلوقتي احنا الحمد لله من 2021 دي تاني مره نجيب الميداليه البرونزيه، يعني حافظنا عليها الحمد لله. كان طبعا هدفنا ان احنا نوصل فاينل. بس الحمد لله ان شاء جداً. الله لا اللي جاي. وخلي بالك بالبطوله في مصر 2025 بطوله العالم. لا بس احنا الجماعي هيبقى السنه الجايه. ايه ده؟ بطوله العالم الجماعي 2024؟ يعني طب 2025 هتلاقي ايه؟ فردي بس، هو كان فردي مع جماعي. طب ما ده حلو، ده مصلحه القانون الدولي. ده كويس جدا. يعني انتوا السنه الجايه 2024 في اسبانيا.
في اسبانيا مش في مصر؟ لا في اسبانيا. اللي يعني في مصر دي هتبقى الفرد ان شاء الله. بس انت اسبانيا انتوا لعبتوا في حاجه في البرتغال بتهيألي صح؟ كانت بريمير ليج. وشها حلو عليكم يعني المنطقه دي اللي هو يعني اسبانيا والحته دي وشها حلو عليكم ان شاء الله. واسبانيا لعبنا فيها قبل كده وجبنا اول برضه سيريس شبات إيه؟ ولا جماعي كبير. كبار بس الاربعه من 2021 اليابان اسبانيا ايطاليا مصر. تمانية اليابان اسبانيا ايطاليا مصر. مصر احنا الاربعه من 2021 نفس الاربعه. ايوه بس ايطاليا بقت تاني واسبانيا بقت تالت بس. احنا ان شاء الله يعني باذنك يا رب يعني نجيب دول ان شاء الله باذن يعني. الله يا رب. طيب السن بيفرق في الكاتا يعني اللاعب لما يكون كبير في السن او مثلا يعني يلعب لغايه كام في العادي بره ولا في مصر؟ قولي لي كده وده بره في لغايه اربعينات بيلعبوا يعني داخلين في الاربعين وبيلعبوا. طب مصر ايه بقى المشكله؟ مصر شويه عشان يعني الظروف يعني اخرهم 30 بعد واحد في اوائل الثلاثينات عشان الشغل والعمل وكده وبتاع عشان الظروف المحيطه انما فيزيكال انت تقدر تلعب لغايه 40. طبعا اكيد يعني لازم مجهود اكبر عشان تحافظ على المستوى اللي انت فيه. بس في ناس بتعمل كده يعني اصلا اللي بره مش ما ظهروش غير هم في الثلاثينات. صحيح يعني وكمان اللعبه مش محتاجه يعني مش محتاجه يعني محتاجه عناصر معينه في الفتنس مش يعني بتبقى بتفضل موجوده حتى في سن كبير يعني الاستابيليتي الطاقه الانفجاريه اساس هو كله اساس اساس تقدر تلعب بيها بالظبط. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونكمل كلامنا عن الكاتا وحصول مصر على الميداليه البرونزيه بعد ما فوزنا على تركيا في الثالث والرابع في بطوله العالم الاخيره بودابست مع نهى عزب نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه ومنتخب مصر ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع نهى عزب نجمه النادي الاهلي في الكاراتيه ونجمة منتخب مصر أيضا واللي شاركت مع منتخب مصر للكاتا في مشاركة طبعا آية هشام وأسماء مجدي الثلاثي اللي قدر ياخد ميدالية برونزية في بطولة العالم اللي اتلعبت في بودابست عاصمة البجارية في الفترة اللي هي من 23 ل 30 10 اللي فات. الحقيقة الثلاثي ده نجح بشكل كبير إنه يوصل لمنتخب مصر للمربع الذهبي في بطولات عالم متوالية وأصبحنا من الأربعة الكبار بعد غياب فترات طويله فده اكيد انجاز كبير خاصه ان الكاتا لعبه استعراضيه وتقديريه لنظره الحكم فبيكون صعب جدا ان انت تقدر تثبت وجودك فيها مع الفرقه الكبيره. يمكن نهى كان التاتو الرابع مع تركيا وكانت مباراه اكيد صعبه. خلصت ازاي؟ فرق كان السكور قد ايه؟ يعني كلمينا عن المباراه دي اكتر. كان فرق درجه كتير. درجه ده كتير جدا يعني تقريبا الحكام كلها مكسبانه يعني اللي مكسبانه؟ كل الحكام هم بيبقوا سبعه تقريبا كل الحكام مكسب كل واحد 2 من 10 2 2 2 فتقريبا كل الحكام مكسبانه. سبع حكام كل حكم معاه 2 من 10 يعني 1.4 من 10 النتيجه بتبقى تقريباً. او التوتال يعني سكور 1.4 من 10 صح؟ ما هو كل واحد 2 من 10 لا احنا عاليين فارقين عنهم يعني كل واحد من الحكام. الحكم بيدي درجته من كام؟ يعني من 10 ولا من كام ولا بيدي تقدير يعني ما تعرفوش؟ لا هو الاخر بس ما حدش بيوصل له من 50. ما انا قصدي اقول كده ما حدش بيوصل له بيدوكم يعني الدرجه بتاعت الحكم لوحده 50 ولا توتال 50 هم؟ لا 50 درجة. طيب يعني بيبقى ما حدش يوصله طبعا لان كمان اللي لوحده هم ما بيدوهاش اصلا لحد. احنا كنا جايبين تقريبا 44 و7 وهم 43 و7 فرق نقطة 43 و7 و43 6 حاجة. طب اليابان بتجيب كام؟ اليابان بتقفل بتجيب حاجة و50 47 يعني هو الدرجة الكبيرة 50 اليابان بتجيب 63 47 كده 47 بيخش بيقربوا يلمسوا في نهاية العداد يعني. بس طب يعني احنا نقدر اصل خلي بالك يعني احنا حتى في المنافسات مع اليابان احنا بنقدر ننافس معاهم يعني ما مش بعيد عنا وهم بيجوا يعملوا عندنا معسكرات واحنا بنعمل معاهم معسكرات. لا احنا قريبين جدا من اليابان طبعا يعني في اوقات كتيره بنكسبهم حتى في الكوميتيه على فكره في الكوميتيه اكتر كمان يعني احنا اطول واعرض. طيب خلينا نتكلم شويه عن الناحيه الاسريه والجامعه والقصه دي لان ده الجزء الخفي من حياه الرياضي او اللاعب ودايما احنا بنقول ان الرياضي بيتفوق او بيبقى السل الاساسيه او الخليه الاساسيه اللي بتخليه يتالق هي اسرته. اكيد. كلميني عن اسرتك انت يعني عندك كم اخ وكم اخت؟ عندي اخت واخ. الاثنين اكبر منك؟ انت الصغيره. طيب بابا وماما لعبوا رياضه قبل كده؟ بابا كان بيلعب كوره. كوره في فاكره فين ولا؟ لا مش فاكره بصراحه. مش فاكره بس كان بيلعب كوره. اخويا كان بيلعب برضو كوره. نادي الشمس والمقاولين. وكده بس هو اتجه بقى ناحيه الشغل والدراسه. الكارير بقى لحياته.
طيب و... و... واختي كانت بتلعب كاراتيه وكانت بتلعب بس بطلت برضه. لا خلاص يعني دي طب انتوا كعيله بقى رياضيين، في رياضيين في العيله تاني غيرك متفوقين كده؟ بنت عمتي برضه كانت تلعب كاراتيه. وصلت انت وصلتي له؟ كانت في المنتخب بس يعني ربنا يعني ما وفقهاش ان هي تستمر وكده وتطلع بطوله عالم. او بتدرسي ايه يا لها؟ حقوق انجلش. يا ساتر صعب قوي. حقوق وانجلش، الحقوق لوحده صعبه. يعني الحقوق لوحده كده يعني كدراسه صعبه. مصطلحاتها القانونيه صعبه وكلمه توديك وكلمه تجيبك وامتحاناتها صعبه جدا وقوانين المواد ومواد مدني بقى وجنائي كله شريعه وكله كله بالانجليزي كمان. لا لا الشريعه بالعربي يعني. طيب. لا ما عاد ما تاخدوا الشريعه بالانجليزي كمان عشان تصعبوها على نفسكم اكتر. طيب يعني انت حتى في الدراسه بتدرسي يعني دراسه يعني كليه صعبه، كليه كبيره يعني. بوليتيكال سيستمز، الانظمه السياسيه بالانجلش. طيب فموضوع خلينا نعمل مداخله مهمه ويعني كنا في سيرته من يعني في بدايه الحلقه. وطيب يعني نهى قولي الو كده. الو. يا اهلا. نهى ضحكت. اهي مين يا نهى؟ كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم، ده انت قلت اهلا بس عرفتك. ممكن ما تعرفش صوتي شويه. لا ده ازرع صوتي شويه لان انا عندي برد. لا الف سلام عليك يا كابتن. اعمل المداخله دي مع حضرتك طبعا من قناه الاهلي. الف سلام عليك. ابني من ابناء الاهلي طبعا. بجد؟ يعني انت لعبت في نادي الاهلي يا كابتن؟ انا لعبت 25 سنه بتوعي في الاهلي. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله. والحمد لله جبنا شويه ميداليات في بطولات عالم يعني وكده. فيعني شويه ميداليات. شويه ميداليات في بطولات عالم، الله اكبر، الله اكبر. يعني بنتكلم كمان مع بطل كبير عالمي طبعا الكابتن ابراهيم مجدي مدير فني المنتخب وطبعا مدرب نهى في المنتخب وهو كان معاهم بطوله العالم اللي فاتت. كابتن كلمنا عن بطوله العالم وهل انت كنت مسافر متوقع الانجاز ده او المركز ده ولا كنت رايح وبتقول يعني على الله ان احنا نجيب احسن ممكن احسن من احسن حاجه نقدر نجيبها؟ والله بص يعني هو كده كده على الله طبعا، ولكن احنا كان يعني الثلاث بنات دول كانوا في 2021 عملوا انجاز اوريدي في انجاز يعتبر كبير جدا بعد سنين صعبه شويه في الكاتا. جابوا ميداليه برونز في بطوله دبي في بطوله العالم، فكان طبيعي جدا ان احنا نحاول نحافظ على الانجاز ده ونحسنه يعني. نعم. فالحمد لله هم كانوا قد المسؤوليه. مش هقول لك ان الموضوع كان سهل خالص لان الكاتا حضرتك الموضوع صعبه جدا 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 يعني. كان عليهم ضغط رهيب رهيب، مش هخبي عليك يعني. كميه ضغط رهيبه بالذات يعني مش عشان نهى قاعده مع حضرتك. لا هو الضغط كان على نهى كبير جدا لان هي سنها صغير جدا. صحيح. لعبت على ناس اكبر منها في التيم، تم اختيارها على ناس اكبر منها في التيم، فطبعا مش يعني اكيد حضرتك فاهم الدنيا طبعا ماشي طبعا طبعا فبيبقى في شويه حاجات نيجاتيف كده في الموضوع، ولكن بصراحه الثلاث بنات كانوا قد المسؤوليه والبطوله كانت اصعب من 2021، ولكن هم بصراحه كانوا قد المسؤوليه وادوا وخدوا المركز الثالث يعني عن جدار. طب كابتن المنتخبات الثانيه اتغيرت يعني اليابان مثلا، ايطاليا، اسبانيا، المنتخبات دي اكيد حضرتك متابعها لانه انت اتغيروا ولا هم نفس التشكيل؟ والله بص اليابان نفس التشكيل، ايطاليا اتغيرت، اسبانيا اتغيرت. في منتخبات اتحسنت كتير يعني زي تركيا. تركيا اتحسنت كتير جدا، المغرب اتحسنت كتير جدا. كان معانا حتى في المجموعه بتاعتنا في الاول كان الموضوع حساس شويه لان احنا كان معانا المغرب وكان لعبنا المغرب قبلها بشهر بطوله افريقيا على ارضهم. نعم. فربنا ما وفقناش طبعا ساعتها، فكان الموضوع صعب جدا ان احنا نلعبهم تاني في بطوله العالم بس المره دي على ارض محايده، والحمد لله كسبنا بفرق يعني ويعني كسبنا بفرق في دور وتعادلنا معاهم في دور تاني بس كسبنا في التوتال يعني. فكان الموضوع لا في منتخبات كتير اتحسنت، مستوى البطوله اتحسن. المنتخبات حتى اللي هم ايطاليا ولا اسبانيا دول غيروا من نفسهم، غيروا في لعيبه ولكن للاحسن. طب كابتن يعني انت طب الفتره اللي جايه يعني فنيا بقى انتوا ناويين على ايه؟ عندنا في بطوله عالم انا عرفت منها ان شاء الله السنه اللي جايه في اسبانيا، يعني هتعمل ايه؟ ماشي ازاي؟ بتخطط ازاي؟ رؤيتك الفنيه الفتره الجايه للمنتخب ايه؟ والله بص هو اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نبدا ان شاء الله نخرج من فكره ان الكاتا مش هتجيب الا برونز. يعني صح. انا الصراحه التارجت معايا بتاعي ان السنه الجايه ان شاء الله مع البنات دي ان احنا نوصل للفاينل
لان اتس تايم بقى، مش كل شويه هنلعب. طبعا هو انجاز طبعا إنجاز، بس الطموح مشروع. بالظبط بالظبط، ليه ما نطمعش ونوصل على فاينل والنفس ان شاء الله. فده البلان بتاعتنا الفتره الجايه ان شاء الله، ويعني هي سنه ونعمل اللي علينا فيها ان شاء الله ونحسن من نفسنا. وعندنا حاجات كتير قوي يعني، دي من بطوله العالم دي مستوى كويس وكل حاجه، ولكن في مشاكل طبعا لسه هنعالجها ونوصل ان شاء الله نهائي الحكايه ان شاء الله. مستمر في المعسكر يا كابتن زي ما نهى قالت لنا ان انتوا على طول معسكرين بشكل دايم طول السنه، ولا هتفك شويه بعد البطوله وترجع تتجمع؟ بص، التيم ده بقى له 3 سنين معسكر، بس طبعا بعد بطوله العالم احنا يعني بنفك شويه. كان يعني لضمنا كان سيزون اللي فاتوا في بعض، لان يعني كان بيبقى عندنا بطوله في شهر واحد، ساعات كان بيبقى في افريقيا في شهر 12، فما كانش بينفع ان احنا نريح خالص. فاللعيبه اللي قدامك دي مستهلكين تماما يعني. واضح من اللي بتقوله يا كابتن. مستهلكين. لا واضح من اللي بتقوله. فبس احنا ما عندناش حاجه في 12 ولا واحد. لا ما عندناش حاجه في 12 واحد، هم عاملين بقى بطوله الجمهوريه طبعا، ربنا مع النادي الاهلي. مع النادي الاهلي بالظبط. بس يعني مش هخبي عليك طبعا، بطوله الجمهوريه بيبقى اللود فيها اقل شويه، اللعيبه بتتنفس شويه، ولكن هم يعني زي ما بقول لحضرتك النوها قدامك، انا متاكد ان هي نزلت التمارين خلاص. ما هي بتقول لنا بتقول بتقول انا يعني كانت بتتكلم معانا قبل الهوا، بس احنا مش هنخرجها من الاستوديو يا كابتن، اديها راحه يعني اجباريه كده، تقعد معانا في الاستوديو وقت الحلقه اللي جايه ان شاء الله، يعني هنحاول نريحها على قد المستطاع. طب كابتن، يعني وجود دكتور مراد عاصم مع المنتخب، يعني احنا شفنا في الصور وشفنا وجوده، وهو طبعا الاب الروحي للكاراتيه في النادي الاهلي، يعني وجوده في المنتخب يمثل لكم اضافه يا كابتن؟ طبعا. بص حضرتك، يعني انا دكتور مراد عاصم يعني انا تقريبا شفته وانا عندي 5 سنين، فدكتور مراد عاصم احنا هنقعد نتعلم منه كلنا لعيبه ومدربين. يعني انا هو ما بيتعاملش معايا ان انا مدرب برضه، اي مش عشان انا كنت في النادي الاهلي، يعني اي حد هو بيتعامل معاك ابنه. فدكتور مراد بنتعلم منه على المستوى الشخصي، مستوى الحياه، مستوى التمارين، مستوى الاداره. يعني مش بقول كده عشان انا على قناه الاهلي، ولكن دكتور مراد انا ما شفتش حد عنده فكر اداري زيه بصراحه. صحيح. يعني الموضوع مرعب بصراحه. صحيح. يعني فهو لا هو يعني احنا كلنا بنستفيد منه. بيتعامل في المشاكل بطريقه برضو كويسه جدا. فهو عامل لنا سبورت كويس جدا وسط الضغوطات اللي احنا بنعاني منها يعني في الوسط. كابتن ابراهيم مجدي، مدير فني منتخب مصر للكاتا في الكاراتيه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني يا كابتن الحقيقه. يعني كابتن ابراهيم مجدي لاعب كبير، انا اول مره اعرف كمان انه لاعب كبير. لا وكمان يعني حقق شويه ميداليات في بطوله عالم كده، الله اكبر. يعني فالكاراتيه في النادي الاهلي الحقيقه، وابن النادي الاهلي، فالكاراتيه في النادي الاهلي يعني داعم كبير اكيد لمنتخب مصر. طب خلينا اتكلم عن النادي الاهلي، واتكلم عن بطوله الجمهوريه. فاكيد انت بتلعبي انت وايه، صح كده؟ ومعاكوا ثالث. بس فردي، بنلعب فردي. بتلعبوا فردي؟ مفيش جماعه في النادي الاهلي؟ لا، من لما بنبدا نطلع بقى انسات وكده ما بيكونش فيه تيمز. مفيش تيمز؟ لا، يعني انت بتلعبي فردي في النادي الاهلي؟ بنلعب دوري بقى. دوري؟ ما انا بتكلم دوري. دوري. طب دوري مين التالت بتاعكم؟ ولا مش ثابت؟ هو احنا المفروض يعني كل سنه بيكون في اختيار للدوري. تمام. دكتور مراد بيجمعنا وبيختار يعني رؤيته. زي اي لعبه، زي الاسكواش، زي التنس. طيب يعني بيتهيألي وجودك في المنتخب انت وآية اكيد انتوا افضل اثنين، وده طبيعي يعني احنا بنتكلم باللوجيك. فهيبقى في ثالث معاكم، ده بيبقى التشكيل ولا ممكن يتغير؟ ممكن حد منكم ما يشاركش؟ لا عادي، ممكن حد يعني حد يرجع ويحطوا حد مكانه. يعني لا لا عادي عادي، يعني مش شرط انتوا تكونوا مشتركين. احنا في الدوري بنلعب كتير واسبوعين. يعني مش يوم؟ لا مش يوم. فانت بتغير؟ طيب ما هو كده بقى كده اسبوعين وكده. بس لو في ماتشات جامده كابتن او بيبقى دكتور مراد عاصم، تشكيل معين. بيبقى تشكيل معين تنزلوا تخلصوا بيه. ده وضع طبيعي، ما هو الروتيشن هيتعمل كله مع اي رياضه. بس هتيجي وقت الجد، فين الرجاله اللي بنكسب؟ اهو ده وضع طبيعي، وضع طبيعي. طيب نرجع بقى للدراسه. طب اخترتي ليه حقوق انجلش؟ والله انا يعني انا في حته الدراسه دي انا كنت طول السنه، يعني انا ثانويه عامه بتاعتي كانت في 2021 اللي هي بطوله العالم اللي فاتت. لا، بطوله العالم طولت اللي العالم اللي فاتت. فبعد ما خلصنا بطوله العالم المفروض بقى اركز وكده، بس كان في بقى بعديها بطوله ورا بطوله، فكنت بحاول اجمع على قد ما اقدر اللي ممكن اقدر اجمعه يعني. بس حقوق انجلش بتاخد درجه عاليه، بتاخد مجموعه عالي برضه. ايوه بس الحمد لله يعني
طبعا ده كله بسبب ربنا والله، ان هو وقف معايا نعم بالله والدنيا بالله. يعني اتسهلت معايا طبعا اهلي. بس انت وانت انت كنت عايزه الكليه دي؟ يعني عايزه حاجه بالانجليش مثلا. قلت لي ان اختك بتدرس ألسن، وانا ما كانش ليا هدف رئيسي في الدراسه، انا عايزه اخش حاجه كويسه. بس ايه لما ربنا بس انا مش هتضايق يعني، انا بالنسبه لي انا هعمل كل اللي عليا، واللي هيجي لي ده ربنا كاتبه لي، فخلاص المبدا واحد. زي ما بتعملي في الرياضه برضو، كل حاجه لكل اللي في ايدك. وبصراحه لما دخلتها ما لقيتش ان يعني لقيت ان دي انسب حاجه فعلا ليا ان انا ادخلها. هي كليه حلوه وكمان بتديك افاق واسعه، يعني تقدر تشتغل مع شركات كبيره، وتقدر يعني توصل ان انت تعمل عقود ما بين شركات دوليه. الموضوع مش سهل. هي اختيار بابا برضو صراحه. طب هو وانت صغيره مين اللي كان بيجي معاكي التمرين اكتر، بابا ولا ماما؟ والله الاثنين كانوا بيتعبوا معايا يعني بيجيبوا اخرهم معايا. بس يا نهى ماما كانت بتيجي معاك اكتر بالصعب، بس هو بابا عشان حبيبي البنت، فاحنا بنقول الاثنين. يعني اديتي بابا درجه عاليه شويه. لا لا يعني كانت ماما بتيجي معاكي اكتر. الشغل طبعا الشغل دي. بس ساعات كتير لو ماما عندها تعبانه او كده بابا بيكون موجود، بابا مش شغل على التمرين معايا. طيب يعني في الماتشات لما بتخلصي الماتش وتكسبي زي الماتش اللي حصل في بطوله العالم وكسبته تركيا وخدتي تالت، اول تليفون عملتيه لمين، بابا ولا ماما؟ ما هم بيبقوا مع بعض، فانا بكلم حد وقت. مين بقى كلمت؟ مين اعرف بقى كلمت مين على تليفونه؟ بابا، عشان بابا يرد على طول. بابا اي وقت شفتي بقى. ايوه كده قولي لي، عشان هو بيرد على طول. هو مش بس كده. طيب خلاص ماشي، هصدقك المره دي. طيب وهم بيبقوا متابعين المباراه لو مش زعلانه؟ طبعا بيصحوا معايا لو فرقت تصحى بيصحوا. من الفجر تقعد تقرا قران تدعي لك تدعي ولازم بقى طقوس كده واحنا مسافرين بلح عليه قران يعني بيحرس. هما برضو عندهم مبدا اللي احنا نعمل كل علينا واي حاجه حصلت تبقى خارجه عن ايدينا بقى. يعني المبدا ده في حد ذاته ده مبدا نجاح، ان انت بتعمل عليك وتتوكل على الله، واللي يجيبه ربنا بيبقى خير. وده اكيد طبعا بتبقى حاجه كويسه. حتى كابتن ابراهيم دايما بيقول لنا هي بطوله العالم دي ارزاق. هي ارزاق، ممكن تقعدي تفحتي نفسك طول السنه وفي الاخر هو رزق. فانت عليكي ايه؟ عليكي انك تشتغلي النتيجه دي خلاص. ودايما حتى لو حصل اي دروب في اي بطوله كنتيجه، بس احنا كاداء احنا حلوين، هو بيبقى مبسوط. لو كسبنا وادائنا وحش يتضايق. طيب ايه اللي بتحبيه جنب الكاراتيه؟ يعني بحب ارسم، بحب ميوزك شويه. ارسم واطبخ. ترسمي وتطبخي؟ يعني رسم ايه؟ هل بتحبي ترسمي حاجات طبيعيه، رسم اشخاص يعني؟ لا هو حاجه اسمها سولبات، شويه بالشادو كده، ظل الشادو. القلم الرصاص. قلم الرصاص. قلم الفحم ده تحبي تعرفي ترسمي بيه كويس؟ لو كان عرفت الموضوع ده بدري كنت طلعت فاصل وخدت ترسمي حاجه بسرعه. لا لو كنت تعرف الموضوع. بس ملحوقه رمضان جاي اهو عندنا بقى، يعني بتظهر فيها المواهب. طيب والطبخ بتطبخي ايه كويس؟ ايه الاكلات اللي بتحبيها وبتعرفي تطبخيها كويس؟ جمبري. حلو كويس. ازاي؟ مشوي ولا مقلي؟ قولي لي التفاصيل. لا بالصوص كده مثلا على النار. او مكرونه. كويس. ايه تاني؟ جمبري مع رز صياديه مثلا. طب حلو. فراخ مشويه. برافو عليك. يعني بس بتحبيها ولا؟ انا بحب اطبخ. بحب ادخل اعمل انا بحب ده. طب والستيك اخباره ايه معاكي؟ لا بعمل اي حاجه. طب اي حاجه بس دول اللي بتحبيهم؟ بحب بيكون في كده حته ايه، وبرده ببقى اللي هو عايزه اطلعها احلى حاجه. لا ده احنا بصي بقى احنا عرفنا مواهب كتير. احنا كده شكلنا ان شاء الله هنعمل يعني حلقه ونيجي بقى ونشوف الطبخ ده شكله ايه ونشوف الكلام ده كله. طيب يعني الحاجات دي يعني بتبقى اكيد كل واحد بيبقى ليه امنيه. احنا طبعا قبل ما نختم حلقتنا معاكي، اكيد كل واحد بيبقى ليه امنيه في حياته عايز يحققها ونفسه انه يحقق. انت وصلتي خدتي ميداليه في بطوله العالم، وتقالي دي حاجه ومش مره، يعني الحمد لله مرتين دلوقتي، وان شاء الله البطوله اللي جايه انتوا قريبين جدا برضو تجيبوا ميداليه وان شاء الله توصلوا فاينل. فانت وصلتي للتوب صغيره، ايه طموحاتك؟ عايزه ايه في كام سنه اللي جايه؟ والله انا السنه الجايه عندي اللي هي اللي جايه دي السيزون بتاع الجماعي اللي انا قلته لحضرتك، وفي فردي انا تحت 21. بس دي في اسبانيا ودي في ايطاليا. فانا والله هدفي ان شاء الله العب بطوله العالم فردي وجماعي، وان شاء الله ربنا يكرمني يا رب واوصل للذهب في الاثنين ان شاء الله. ده حلم مش بعيد. احنا اتكلمنا لو تفتكري من سنه ونص وكنا بنتقابل وكنت ضيفتنا بشكل مستمر انت وايه، واتكلمنا عن امال واتحققت. يعني احنا كنا بنتكلم عن بطوله العالم اللي انتوا خدتوا فيها ميداليه واتحققت، واللي جاي واللي جاي بنتكلم اهو ان شاء الله باذن الله. هي تبقى في شهر كام؟
11. ده لسه متاخر قوي يعني، ده لسه سنه كامله سنة. عندك وقت تتمرني بشكل كبير جدا جدا. بالزبط. طيب شايفه الكاراتيه في النادي الاهلي يعني بيتطور وبيكبر؟ اكيد، اصلا خطوه حلوه قوي موضوع العقود. في 10 لعيبه تقريبا تعملهم كل سنه. دي خطوه حلوه قوي بالنسبه للاعبين. بتعمل لك عقد؟ لا لسه، هو بيبقى مع بدايه السنه. هذا هيتعمل لك مثلا، كلموا معاكي في حاجه بتاع ولا لسه؟ لا ان شاء الله يعني لما على نهايه السنه كده لما نيجي نبدا العقد الجديد ساعتها ان شاء الله تعمل بيحصل عقد. ده ان شاء الله، إن شاء الله يعني. ونحتفل بالعقد معاك باذن الله ان شاء الله. نهى طبعا بشكرك، نورتيني وشرفتيني. انا بشكر حضرتك والله، كل مره حضرتك بتحفزنا ونكون موجودين مع حضرتك والله ده شرف لينا. بس الشرف ليا وانتوا الابطال، والترابيزه دي ترابيزه الابطال، وان شاء الله تحققوا اللي انتوا عايزينه ونبقى فخورين بيكم دايما، مطولين راسنا في كل حته بالنتائج اللي بتعملوها وبالاداء وبالشخصيه الجميله والشخصيات الجميله بتقعد معايا. بشكرك يا ربنا يخليك. شكرا اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا مع نهى عزب، نجمه طبعا الكاراتيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وبكرر تاني فازت مع زميلتها ببرونز بطوله العالم اللي فاتت. اكيد كانت حلقه انا استمتعت بيها على المستوى الشخصي. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.